أنا لما أشوف البقايا والأثار يعني بتذكر كل لحظة مريت فيها حلوة ومش حلوة، يعني بظلنا بتذكر في البيت كل البيت بشتكله، كيف كنا نقعد ونضحك في كلية العيلة يعني، ونضحك ونلعب ونسهر مع بعض. أخوي لما تجوز يعني بعد بندد يعني عرفنا أنه مرته حامل، فإحنا فرحنا كثير يعني في هالفرحة وعملنا حفلة يعني في هالبيت. أنا عبد السلام طالب في المدرسة. أنا ما كنا متوقعين أنهم يجي يهدموا بيتنا. يعني أنا جيت المدرسة فشفت البيت مهدوم يعني ما صدقت، يعني مش يعني فركت عيوني بفكر أنه هذا مش حقيقة يعني. لحد الآن يعني خفت كثير يعني على حالي وعلى أهلي أول شيء. يعني شفنا مرت عمة كانت يعني كانت واقفة تشوف يعني، فغيبت يعني انصدمت من الشوف يعني، فاتصلنا على الإسعاف وجا أخذها الإسعاف، أخذها على المستشفى. يعني والكل خاف يعني مش بس واحد. أنا لما أشوف أخوتي الصغار زي هيك يعني بصير أفكر في جوات يعني شو بده يصير فيهم بس يكبروا، يعني بصيروا يعانوا يعني زينا زي ما أنا بعاني بصيروا يعانوا زيي. بحب أعمل إني يعني أحاول إني أعمل يعني حقوق إنسان، يعني أساعد الناس زي هيك، يعني الناس بصير عندهم زي هيك أساعدهم يعني. يعني إحنا صلنا 53 سنة هين يعني عايشين يعني حياتنا كلياتها هين، فيش مطرح ثاني نروح عليها يعني. كل شيء بحب فيها، ربيت فيها وعشت فيها تربيت فيها مدرستي قريت فيها كمان، بس يعني بدي أقول يعني رجعوا لنا بيتنا، هذا هو اللي بدي أقوله بس.